السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد عبد السلام، أحييكم وأقدم لكم النهاردة شرح جديد من شروحات مواقع الربح من الإنترنت. كما سبق على القناة شرحنا موقع، وهو موقع بروبوكس، إحدى مواقع شركات البي تي سي، الضغط على الإعلانات أو الربح من الضغط على الإعلانات. النهاردة هنكمل مسيرتنا في شركات البي دي سي، هنكمل النهاردة، والنهاردة إن شاء الله هنشرح شرح شامل جدا جدا لموقع نيو بوكس، هو من إحدى أفضل المواقع شركات البي دي سي الربح من الضغط على الإعلانات. كما يحلو للعرب أن نيو بوكس هو أحد أشهر مواقع الربح من الإنترنت. انطلق هذا الموقع في العمل يوم 30/4/2008، وهو مؤسسة من جنسية برتغالية. يحتوي الموقع على سكريبت قوي له مميزات كثيرة، يتمتع بحماية قوية وترخيص قوي، وهو إحدى المواقع المضمونة والموثوق بها جدا جدا جدا. أنا يعني بتعامل يعني مع الموقع، ويعني أنا كسبت منه كذا مرة، يعني من المواقع المضمونة جدا. وإن شاء الله هنشرح وهنشوف، ومش هنقف عند الشرح ده النهارده، يعني لينا شروحات تانية على الموقع ده، وهنعرف كل شيء بالتفصيل فيه. هنبدأ النهارده بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في التسجيل. معانا قدامنا دلوقتي صفحة التسجيل، كل الروابط إن شاء الله هسيبها تحت الفيديو عشان إيه؟ نبقى متابعين مع بعض. نبدأ على بركة الله التسجيل. ممكن أول حاجة هنفتح الصفحة اللي قدامنا دي من خلال الرابط اللي إحنا تحت الفيديو، هنضغط عليها ريجستري ناو، إما الأيقونة ديت أو الأيقونة دي اللي فوق دي او دي، هنبدا نضغط مع بعض كده وهنسجل مع بعض. اول حاجه هنكتب اليوزر نيم بتاعنا، الاسم بتاعكم، اليوزر على طول اي اسم بتاعكم، بس من غير فواصل ولا اي حاجه، يعني على طول كده تمام. تاني حاجه الباسورد، تالت حاجه هنعيد الباسورد تاني، يجب ان يكون باسورد قوي مكون من 8 ارقام، يعني المفروض يكون من حروف وارقام عشان يكون قوي، محدش هيقدر يعرفه. هنكتب الايميل بتاعنا اللي هنسجل بيه، الايميل الالكتروني بتاعنا سواء ياهو سواء جيميل هوت ميل اي بريد. ثالث حاجه، دي النقطه المهمه جدا، انت لو عندك حساب على البنوك الالكترونيه سواء باي بال او فيزا، هتحط هنا البريد اللي انت مسجل فيه على البنوك دي. طبعا لو احنا ما عندناش مش مشتركين في البنوك ديت، طب واحد يقول لي ايه لازمه البنوك ديت علشان تحول الرصيد بتاعك اللي في الموقع تحوله على البنوك دي، او لو حبيت تستثمر فلوس من على الموقع ممكن تاخدها من البنوك دي. فطبعا لازم تحط الرابط البنك بتاعك عشان تحول الفلوس وتسجل عليه فلوس. لو ما عندكش ممكن تحط رابط اي رابط دلوقتي مؤقت، وبعد كده تسجل في اي بنك وتحط الرابط بعدين تمام. النقطه هنا نحط سنه الميلاد بتاعتنا، هنا هنكتب كود الكابتشا اللي موجود ده بالظبط، بعد كده هنعلم علامة الصح هنا، وبعدين نكتب كونتينيو، هنكمل، بعد كده هنضغط تواصل او كونتينيو تمام. بعد كده هيظهر لنا صفحة هيقول لنا تم ارسال كود على البريد الالكتروني. طبعا هيرسل كود اثنين مرتين، اثنين كود على الايميل اللي احنا سجلنا بيه، وكود على الايميل بتاع البنك اللي احنا حطيناه زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي. هنخش على الايميل بتاعنا، هنلاقي الرابط زي ما انتم شايفين ده، الكود ده، الكود ده تمام. هناخده نسخ كوبي، بعدين هنحطه هننسخه هناك مكانه تمام. وبعد كده هنروح على الايميل الثاني بتاع الموقع اللي احنا سجلنا بيه برضو، اهو زي ما انتم شايفين ده برضو، هما كودين اتنين زي ما احنا قلنا، كود الايميل اللي احنا سجلنا بيه وكود البنك، هنحطهم ناخدهم كوبي هننسخهم ونحطهم ونكمل عليه. بعد كده هيفتح معانا الايميل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا مسجل في الموقع قبل كده، فانا دخلت على الصفحه بتاعتي على طول مباشره بعد التسجيل. انتوا طبعا بعد ما تسجلوا معايا وهتكتبوا الاكواد بتاعتكم هيفتح موقع الموقع ده زي ما انتوا شايفين قدامنا. هنبدا بقى نشرح كل حاجه بالتفصيل بالموقع علشان نكون على صوره واضحه ونكون على وضوح تام على الموقع، ونشرح القوائم بتاعته ولوحه التحكم والاعلانات بتاعته ازاي نضغط الاعلانات. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا هنشرح الموقع. طبعا ده الواجهه بتاعتنا بتاع الموقع. هنبدا اول حاجه
يعني اللي يخطر في بالك اللي هو الاعلانات، فين الاعلانات اللي احنا ضغط عليها؟ طبعا انا ضغطت على جميع الاعلانات النهارده، طبعا شايفين على علامه السهم ده بتاعي، ده الاعلانات بتاعتك. طبعا لو في اعلانات موجوده وظاهره، تظهر جنبها هنا ثلاث الوان، ثلاث الوان بالوان مختلفه، سواء البنفسجي او الاصفر او الاخضر. هوريكم يعني هتظهر ده الاعلانات بتاعتنا، بس طبعا ديت الاعلانات معلش اسعار لاني مش مسجله. انا هوريكم طبعا بشكل تاني، هنطلع على فيو عشان نشوف الاعلانات بتاعتنا. طبعا دي الاعلانات، طبعا انا ضغطت عليها، وكل ما اضغط عليها بتظهر باللون الاسمر ده. قبل كده هتبقى باللون، هتبقى بالالوان دي، بنفسجي، اخضر، برتقالي. طبعا الاعلانات، اول حاجه الاعلانات اللي فوق ديت دي اعلانات ثابته، تغير كل 24 ساعه، واسعارها ثابته، السعر بيبقى مكتوب تحت هنا. طبعا لان انا ضغطت على جميع الاعلانات فالسعر ايه مش موجود. فطبعا انا هعمل شرح تاني للموقع ويكون الاعلانات ظاهره فيه بتاعتي. تمام، ديت اعلانات ثابته ويتغير كل 24 ساعه، وهي سعرها يعني 0.01 او 0.001 سنت. تمام، ديت اعلانات متغيره. الميكرو ديت اللي هي باللون الاخضر ديت اعلانات متغيره، تغير كل من وقت للتاني بتغير، فانت تلحقها عشان تضغط عليها. تمام، هنا الاعلانات ديت اعلانات ثابته، يعني المفروض ليك اربع اعلانات للعجوله العاديه، ليك اربع اعلانات يوميا، اربع اعلانات في اليوم سعرهم ثابت، هم ثابتين. تمام، طب احنا لو ضغطنا على الاعلان مثلا علشان نشوف هنعمل ازاي. طبعا اول حاجه هنضغط على الاعلان ضغطه واحده الاول، هيظهر نقطه حمراء، هنضغط على النقطه الحمراء دي، يعني الاعلان هيظهر، هيظهر عليه ضغطه واحده زي ما احنا شايفين كده، ضغطه واحده هيظهر نقطة حمراء، هنضغط على النقطة الحمراء دي ضغطة كمان هيفتح لنا في صفحة تانية. تمام؟ طبعا أنا هنا ضغطت على الإعلان فمش هينفع يكمل، طبعا اللي ما ضغطش هيظهر هنا عد، هيستنى لحد أما يكمل الثلاث ثواني أو الخمس ثواني بتاع الإعلان، بيقول له تمت إضافة الرصيد لحسابك. طبعا كل إعلان ليه مدة معينة وليه سعر محدد. طبعا بس جميع الاعلانات كلها خمس ثواني، وفي اسعار ثابته في اسعار متغيره على حسب كل اعلان في الموقع. تمام، طبعا ديت الاعلانات زي ما احنا شفنا. تمام، تاني حاجه هنا المهمات. اول حاجه هنا البوينتس ديت هنضغطها معانا مع بعض، دي المهمات، اما تخلص مهمه بتاخد عليها الرصيد بتاعها. طبعا يقول لك هنا اكمل المهمه دي هتاخد 22، كمل، يقول لك سجل هنا في الموقع ده او نزل البرنامج ده هتاخد 31. طبعا دي كلها ايه اشتراكات وتسجيلات تقعد على نقاط. تاني نقطه اللي هي الكوينز، ده الكوينز طبعا دي برضو من بعض المهمات برضو اللي احنا بنخلصها وبنضع نقاط. كل مهمة بتخلص بناخد عليها العدد اللي قدامها ديت، وكل نقاط تقدر تغيرهم، يعني مثلا كل خمس تلاف نقطة ممكن تحولهم ب5 دولار، وكل ما تزيد عدد نقاطك كل ما تزيد أرباحك على الموقع. ممكن تغير هنا الفيديو، لو تشاهد الإعلان بتاع الفيديو بتاخد عليه نقاط تاخد 13. هنا برضو ممكن تغير من القوائم دي اللي في الجنب ديت، كلها مهمات على حسب النوع بتاعها، ممكن تغير دي كلها مهمات وتزيد في أرباحك كل يوم يوميا. ممكن تخلص المهمات ديت وتاخد الرصيد بتاعها زي ما انتم شايفين قدامنا دلوقتي، دي كلها مهمات. والفيديو لو في فيديو بيظهر قدامك كده بتفتح الفيديو وتشوفه وتتفرج عليه وتاخد الـ3 سنت بتوعها او الرصيد بتاعها. تمام،
هنكمل مع بعض الميني جوب ديت، الوظائف او المهمات بتاعت الوظيفه دي برضو لو عندك. الميني جوب دي بيديك اسئله وتجاوب عليها، بس يعني تهتم جدا باللي هم يعني بيجيدوا اللغه الانجليزيه اكتر. لو انت مش عارف حاجه في اللغه الانجليزيه ممكن تستخدم ترجمه جوجل علشان تفهم اكتر في الموقع. هنا الشات، شات على الموقع، بس طبعا الشات ما بيفتحش الا بعد 250 ضغطه على الاعلان بتاعتك يوميا، يعني 250 من اول ما سجلت، يعني لازم تكمل 250 ضغطه علشان تدخل الشات. طبعا ده المنتدى، المنتدى ده من اهم الحاجات اللي على الموقع علشان تقدر تفهم كل حاجه على الموقع. طبعا المنتدى ده في منتدى باللغه العربيه موجود تحت خالص اهوت، منتدى اللغه العربيه. طبعا المنتدى جميل جدا، انا دايما بدخل عليه كل يوم علشان لو انا مش عارف اي حاجه بقوم كاتبها في سؤال او بكتبها في تعليق علشان الناس يردوا عليا والاعضاء يردوا عليا وافهمهم، وبتعرف كل حاجه. وفي حاجات جديده يعني هتعرف كل حاجه انت مش عارفها على الموقع ممكن تكتبها في تعليق. وطبعا لو انت نشاطك عالي جدا في المنتدى فدي بتزود من ارباحك وبتزود من الرصيد بتاعك وبيزود الاعلانات بتاعتك. طبعا في حاجات كتير جدا في المنتدى ممكن تعرفها وتفهمها، يعني زي الفهرس الجامع دي لكل المواضيع، في كل حاجة انت عاوز تعرفها زي ما انتم شايفين قدامنا دلوقتي. كل حاجة، دورة المنتدى وشرحها كله على الموقع والأسئلة الشائعة وكيف ترفع صورة البروفايل، كل حاجة، كل حاجة عاوز تعرفها تلاقيها موجودة في المنتدى ده. وعاوز تعرف أي حاجة مش فاهمها ممكن تديها في تعليق زي ما انتم شايفين كده. شوف حاجات كتير جدا جدا جدا، وخاصة بالبنوك وازاي تفعل البنوك وكل حاجة، يعني زي ما انتم شايفين قدام دلوقتي، يعني حاجات انت ما عرفتهاش قبل كده شوف ممكن تعرفها من خلال المنتدى ده، وتقدر تفهمها وتقدر الناس تساعدك فيها. تمام، نرجع تاني نكمل الشرح بتاعنا. طبعا عرفنا هنا الأسئلة، هنا الأسئلة، هنا تغيير اللغة. تمام، القفل ده اللي هو شيك اوت، ممكن تقفل الحساب مؤقتا، هنا تعمل تسجيل خروج، هنا العلامة الزائد ديت لو انت عاوز ترقي عدودك، لو انت عاوز ترقي العضوية بتاعتك زي ما انتوا شايفين دلوقتي، لو انت عاوز تغيرها لعضوية جولدن طبعا بس ده بفلوس. تمام، هنا النوعية بتاعتك اللي هو عادي، هنا الرابط بتاعك، العلامة ديت ده الرابط بتاعك اللي انت أهم حاجة في الموقع، الرابط ده اللي انت هتبعته للناس اللي هتسجل تحتك وتاخد عليهم دولارات كتير جدا. يعني هتبعته ازاي؟ ممكن تبعته من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، يعني سواء على الفيس، سواء على جوجل، سواء على تويتر، تقدر تواصل معاهم وتسجل عن طريق الرابط بتاعك ده وتكسب اعضاء مباشرين من خلالك، يقدر يضغطوا على الاعلانات بتاعتك انت مش موجود او يضغط الاعلان بتاعتك. وبذلك انت اما تزود الاعضاء بتاعتك اللي هم المباشرين او الريفر المباشر، الريفر المباشر ده اللي هو انت بتدعيه من خلال الرابط بتاعك ده، فبيسجل تحتك وكل واحد يسجل تحته، فانت بتزود من رصيدك. يعني انا طبعا بحب يعني ام انا طبعا انتوا انا يعني عفوا يعني انا هسيب لكم الرابط بتاعي تسجلوا تحتي، وده الرابط اللي انت هتسجلوا بيه. تمام، ابعت الرابط ده لجميع اصدقائك، يعني ما توقفش، ابعت الرابط ده لجميع اصدقائك، قول له ده موقع ربحي ومضمون جدا جدا، فخش سجل معايا واضغط على الاعلانات وهتكسب من خلال ايه الاعلانات دي. تمام، هنا علامه المفتاح ده اللي هو التغيير ده بتاعتك واعداد الضبط بتاعتك بتاع الموقع، هنا الايميل اللي سجلت بيه، هنا الايميل ادرس بتاع الموقع او البنك فيزا اللي انت حاططه، وهنا البيبال، وطبعا بيتغير بعد 48 ساعة من بعد 24 ساعة من كتابة الايميل ده. تمام، زي ما انتم شايفين ده، دي كل حاجة في الاعدادات بتاعتك ممكن تغير فيها زي ما انت عاوز، ممكن تحط الصورة بتاعتك زي ما انت عاوز. تمام،
هنا الإحصائيات بتاعتك، الإحصائيات دي الصفحة دي جدا من أهم ما يمكن عشان تعرف أنت في حالة ربح أو في حالة خسارة من الموقع، وتعرف أنت ماشي صح وضغطت كم ضغطة في اليوم وربحت قد إيه، والمعدل بتاعك في النازل ولا في الطالع. يعني إحصائيات جميلة جدا ومفيدة عشان تعرف أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. هنا الأعضاء، هنا العلامة دي بتاع الناس اللي أنت أجرتهم بفلوس من على الموقع. طبعا أنا مأجر ناس كتير زي ما أنتوا شايفين قدامك دلوقتي، أنا مأجر ناس علشان يضغطوا الإعلان بتاعتي، وطبعا زي ما أنتوا شايفين كده المعدل بتاعهم قد إيه، وبيضغطوا كم ضغطة في اليوم، كل حاجة. دول اسمهم الريفل المؤجر اللي انت بتشتريهم بفلوس مضافة عليها وانت بتفوز. طبعا الريفل الواحد ب 20 سنت وبتكسب من وراه 40 سنت، يعني انت بتأجره ب 20 وبتكسب 40 سنت من خلال الريفل الواحد. ولو عندك ريفل كسلان او نشيط ممكن تبدله، بتعمل عليه من الريسكل او تغيره ب 7 سنت لو لقيته مش نشيط او ما بيضغطش على الاعلانات بتاعته لمده 3 ايام. لو لقيت واحد عندك ما ضغطش لمده 3 ايام ممكن تغيره بواحد تاني. لو ما لقيتش واحد مثلا ما ضغطش برده لمده 3 او 4 ايام او 5 ايام ممكن تبدله ب 7 سنت، او تسيبه لمده 14 يوم ويتغير تلقائي مجانا. والحاجات دي كلها موجوده في المنتدى، ممكن تعرفها اكتر واكتر، وانا ان شاء الله هعمل شرح تاني عشان أفهم كل حاجة عن اللوحة ديت. عاوز درس لوحده إن شاء الله علشان درس ما يطولش مني. هنا الرصيد بتاعك، الرصيد بتاعك اللي على الموقع. أنا جمعت 2 دولار و887 سنت. طبعا لو اللون بالأبيض يبقى لسه معدل أو السحب لسه ما جاش، لو لقيته باللون الأصفر يبقى السحب المبلغ تم، المعدل الأدنى بتاعه، هنجيب يعني معدل السحب. تمام، ادنى معدل في السحب هو 2 دولار وبيزيد 1 دولار على كل سحبه، يعني هذه القيمه، يعني 2 دولار بتزيد تكلفه دولار واحد لكل عمليه سحب حتى تصل الى القيمه الثابته وهي 10 دولار. بعد ذلك يكون الحد الادنى للسحب هو 10 دولارات دائما. تمام، هنكمل مع بعض الصفحة دي برضو. عرف دي أجريت لو عاوز ترقي العجوبة بتاعتك لجولدن أو ألتيميت. هنا الإعلانات بتاعتك لو أنت عاوز تنشر إعلان على الموقع ولا حاجة. هنا لو عاوز تأجر ريفر مؤجر، طبعا أنا أجرت قبل كده فلازم يعدي أسبوع علشان أجر تاني، لازم يعدي 7 أيام عشان أجر تاني. تمام، هنا السحب يورو، هنا لسه مجاش الحد الأدنى للسحب لسه، هنا السحب. تمام، تاريخ العجوبة بتاعتي هنا عندي 53 الرينتد للأشخاص المؤجرين، رينتد 53. عدد الضغطات بتاعتي إن أنا ضغطتها يور ريفر، ضغطات الريفر. تمام، هنا الرصيد بتاعي 2 دولار، الميني بلينس 2 دولار، الرينتد رصيد التأجير ممكن تحول رصيد تأجير عشان تأجر بيه أشخاص يضغطوا على الإعلان بتاعتك. هنا الريكفت ده اللي انا سحبته من على الموقع 2 دولار سحبته على الموقع. الدايركت ده المشتريات بتاعتي 3 دولار. البوينت ده النقاط اللي انا جمعتها من المهام، وهنا 62 برضو جمعتهم من المهام. دي الميني جوب، ال 40 سنت اللي انا جمعتهم من مهمات الميني جوب الوظائف. تمام، هنا المعدل بتاعك بتاع الضغطات. وطبعا اللوحه دي مهمه جدا عشان تعرف انت مش صح وتضغط فوق السيرفر. لازم احسن الاعلانات لها وقت محدد تضغط فيها، الاعلانات البرتقاليه لها وقت محدد، اما جميع الاعلانات دي كانت الاعلان الاخضر والازرق ممكن تضغط في اي وقت في اليوم طول اليوم، اما الاعلانات البرتقاليه لهم وقت محدد بيتحدد وقت اما انت سجلت في الموقع. نكمل مع بعض. هنا الصفحة بتاعتي الرئيسية،
تمام. هنا البالانس اللي هي اللافتات، اللافتات والرابط بتاعك، ده الرابط بتاعك اللي انت هتدعو بيه الاشخاص بتاعتك عشان يسجلوا تحتك. وهنا الكود ده ممكن تحطه عندك في المدونة او تحطه عندك على الموقع بتاعك وتكسب من خلال الناس لما يضغطوا عليه. هنا الاستيت الاحصائيات زي ما احنا دخلنا عليها قبل كده وشفناها الاحصائيات، هنكمل مع بعض البيرسونال، الاعدادات، هنا اخبارات الاعلانات لو انت عاوز تعمل اعلان على الموقع ولا حاجه، تمام. الدايركت هنا الاشخاص المباشرين اللي سجلوا تحتك مباشره من خلال الرابط انت بعتهم. الرنتد الاشخاص المستاجرين، انت استاجرتهم بفلوس، تمام. هنا الاستوري، الحاجات اللي انت عملتها كلها على الموقع زي ما انتم شايفين. هنا انا هوريكم ان انا يعني حاجات جميله جدا جدا، اللوجن الخروج. طبعا في حاجه مهمه انا نسيت اقول لكم عليها، اللي هي فيها لعبه اسمها لعبه الادبرايز. لعبه الادبرايز ديت كل ما تضغط اعلانات بيديك الاعلان الواحد بيديك ثلاثة اعلان ادبرايز. يعني عندك مثلا 20 اعلان، اضرب 3 في 20 ب 60 اعلان، ب 60 تخطه، 60 تخطه ادبرايز، يعني 60 اعلان ادبرايز. يعني دي لعبه حظ، بس لعبه جميله جدا وممكن تكسب فيها حاجات كتير جدا. يعني مثلا الادبرايز، هوريكم الادبرايز، الادبرايز شوفوا انا كسبت فيه قد ايه. من ساعة أنا ما سجلت في الأدبرايز كسبت أول مرة خالص 25 سنت، تاني مرة 10 بوينتس، تاني حاجة 25 سنت. شوف يعني في خلال يوم أو يومين بكسب فيه، ما شاء الله عليا، ما شاء الله حاجة تفرح يعني. وهنا برضه كسبت 2 دولار. شوف أنت ممكن تكسب لحد 50 دولار من اللعبة دي، وممكن تكسب أكتر حاجة 1000 بوينتس، ممكن تطلع معاك حظ وتكسب عضوية ذهبية أو عضوية جولدن، أنت وحظك بقى. ده بيعتمد على نشاطك واستمرارك في الموقع، ونشاطك المستمر وظهورك على الموقع بشكل استمرار فممكن تكسب عليه. أي حاجة أنت مش فاهمها ممكن تكتبها في تعليق على الفيديو. والله العظيم يا جدعان، والله يعني الموقع ده جميل جدا عن تجربة شخصية، وموقع جميل جدا. يعني ما يهمناش الخبير، والله اللي يهمنا المبتدئ اللي لسه عاوز يعني يربح من على النت ويكسب فلوس من على النت، فممكن يبدأ مشروع من الموقع ده ويبدأ يخوض تجربة على الموقع، تجربة سهلة جدا ومفيدة. طبعا في إعلان ظهر دلوقتي هنشوفه مع بعض علشان نعرف برضو ونكون على صورة واضحة. لما انتوا شايفين دلوقتي إعلان ظهر باللون الأزرق، أول حاجة هنضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر اللون الأحمر ده، هنضغط عليه ضغطة كمان هيفتح لنا صفحة تانية، هنسيبها لحد ما تكمل زي ما انتم شايفين كده، هتكمل العد بتاعته اللي هو 5 ثواني، هنستنى ال5 ثواني اهو زي ما انتم شايفين بيكمل عدد 5 ثواني ويقول لك تم لفت الرصيد، يقول لك تمت إلفة الرصيد. هنستنى ال5 ثواني عقبال ما يكمل. عفوا النت يعني بطيء شوية حبتين كده، كمل اهو، جاب لك علامة صح، هقول لك تمت إضافة الرصيد إلى حسابك. هنعمل إيه؟ كلوز، هنقفل من هنا أو ممكن نقفل من هنا عادي، كده خلاص تمت إضافة الرصيد لحسابك. بعد ما ضغطت هيظهر معانا 3 إعلانات أدبرايز، تمام؟ هيظهر معانا 3 إعلانات أدبرايز. هيظهر معانا 3 إعلانات أدبرايز، تمام؟ بس في مشكلة هنا في النت، ماشي تمام. كده عرفنا بعض الحاجات اللي على الموقع، وعرفنا كل شيء وكل نقطة على الموقع زي ما أنا شرحت في الشرح، زي ما أنا شرحت في الفيديو يعني أو في الشرح.
اي حاجه انت مش فاهم، انت اي حاجه من اللي انت مش فاهمينها يعني ممكن تكتبوها بتعليق تحت الفيديو، وانا معاكم في اي وقت، وهكون تحت امركم في اي حاجه، واي حاجه انت مش فاهمها اقول لكم عليها والله العظيم يعني. اي والله تمام. يعني الموقع بيدعم البنوك الثلاثه اللي هو بايبال وفيزا ونيكلر. قيمه الحد الادنى زي ما انا قلت 2 دولار في عمليه السحب الاولى، هذه القيمه سوف تزيد تكلفه الدولار لكل عمليه سحب حتى تصل الى قيمه ثابته وهي 10 دولار، يكون الحد الادنى للسحب يعني. والخلاصه الهامه جدا ان الموقع ده يعني موقع عمل جاد للجادين، وبسيط وبسيط لمتبعي الاعلانات فقط. وبهذا ان شاء الله اختم شرحي الذي اتمنى ان ينال اعجابكم، ويا ريت تسجلوا في الموقع من الرابط اللي هسيبه تحت الفيديو، وهسيبلكم روابط اخرى لبعض شروحاتي على القناة. واشكركم جدا على حسن الاستماع. كان معكم اخوكم محمد عبد السلام، في رعاية الله اقبلوا جميع تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.